بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سندس سعيد محمد صيداوي، الحاصلة على المركز الأول عالميا في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية التي أقيمت في الإمارات. أدرس تخصص المختبرات الطبية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والحمد لله تقديري ممتاز. كما وسابقا حصلت على معدل 98% في الثانوية العامة ولله الحمد. بدأت رحلتي مع القرآن منذ نعومة أظفاري، حيث ولله الحمد نشأت في أسرة قرآنية نبدأ بحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، حيث تأسست في مركز النور التابع لوزارة الأوقاف على يدي شيخي وهم أعمامي الشيخ صائب صيداوي والشيخ يوسف صيداوي، ثم انتقلت بعد ذلك عند عمتي وأتممت حفظ القرآن الكريم كاملا لديها. لست وحدي والله الحمد من أحفظ القرآن، فهنالك إخوتي، إذ لدي أخت وثلاثة من الإخوة يحفظون القرآن الكريم ولله الحمد، بما في ذلك أبناء أعمامي وبنات عمي. للذين لا يؤمنون من أكثر الأسئلة التي تم توجيهها لي هو كيف تم التوفيق بين الدراسة وحفظ القرآن، فكان الجواب أن القرآن بالعكس الحمد لله أنه يرفع من قيمة صاحبه، فقد يعني لو نتطرق لموضوع علمي فهو يعني يزيد من قوة الحفظ وقوة التركيز لدى الطالب، فالحمد لله يعني أثر على دراستي فأصبحت معدلاتي أعلى في المدرسة في الجامعة ولله الحمد. أهدي هذا الفوز وأهدي شكري لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولولي عهده الأمين ولأردننا الحبيب، كما وأشكر والدي الكريمين ومشايخي وأهلي، كما وأشكر أهل الرمثة خاصة الذين أظهروا اهتمامهم ودعمهم لأهل القرآن وخاصتهم، حيث استقبلونا من المطار إلى باب المنزل، فشكر موصول لهم.